نشرة الأخبار على الحياة فم. العاشرة ليلا هنا من الحياة فم، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يوزع مساعدات لمشابهة موجة البرد في ولاية سليانة. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحدد نفس السقف الجملي للإنفاق الخاص بالدورة الأولى للدورة الثانية مع عدم إمكانية الجمع بينهما. مهلة بسنة إضافية لمصنعي التبغ في تونس للامتثال لقرار وضع الملصقات التحذيرية الخارجية على منتوجات التبغ. البنك الدولي يؤكد بأن تونس وبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حاجة ماسة للاهتمام بجودة الأراضي وتعزيز حوكمتها. إلى تفاصيل النشرة، حيث أمهلت تونس مصنعي التبغ سنة إضافية تنتهي في أجل أقصاه 31 من ديسمبر 23 2000، وذلك الامتثال إلى قرار وضع رسائل تحذير من التدخين على الغلاف الخارجي لعلب ولفافات منتوجات التبغ بمختلف أنواعها وأشكالها المعروضة مباشرة للمستهلك. وتأتي هذه المهلة بمقتضى قرار من وزير الصحة نشر بالرد الرسمي عدد 7 الصادر يوم 20 من جانف في 23 2000، ويتعلق بتمديد في أجل تطبيق الفصل الثالث من القرار المؤرخ في 21 من جانف في سنة 22 2000 إلى غاية يوم 31 من ديسمبر القادمة، مما يمنح مصنعي تبغ حيزا زمنيا جديدا لمدة سنة لوضع رسائل وتحذيرات صحية مكتوبة أو مصورة تصف الأثار الضارة للتدخين على غلاف منتجات التبغ. وكانت وزارة الصحة قد أوصت وفق القرار الصادر يوم 21 من جانف في السنة الماضية بضرورة أن توضع الملصقات على مساحة لا تقل عن 70% من وجهتي العرض الرئيسية، وتدرج الرسائل والتحذيرات الصحية وجوبا باللغة العربية وبلغة أجنبية أخرى. أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن السقف الجملي للإنفاق الخاص بالدورة الأولى للانتخابات التشريعية يبقى هو نفسه في الدورة الثانية مع عدم إمكانية الجمع بينهما. وجاء هذا الإجراء والقرار في القرار عدد 5 لسنة 23 2000 المؤرخ في 15 من جانف الجاري، صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والمتعلق بإتمام القرار عدد 20 لسنة 14 2000 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقها. وفي إطار مواصلة وزارة الشؤون الاجتماعية توزيع المساعدات لمجابهة موجة البرد وبتكليف من وزير الشؤون الاجتماعية ملك الزاهي، تولى اليوم الأحد رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي محمد الأخويني مرفوقا بمنير الحاجي مدير عام الاتحاد وبحضور والي سليانة وليد العباسي والمدير الجهوي للشؤون الاجتماعية فتح المنصوري توزيع المساعدات الخاصة بجهة سليانة، حيث تم توزيع دفعة أولى من المساعدات على عدد من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمنطقة مزاتة من عمادة أولاد فرج من معتمدية برجو، بالإضافة إلى زيارة المستودع الإقليمي للاتحاد التونسي للتضامن بسليانة، وذلك للاطلاع على المخزون من مواد غذائية وأغطية صوفية وملابس وبرنامج توزيعها في كامل معتمديات الولاية. وتتمثل هذه المساعدات التي يواصل توزيعها الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في 24 ولاية لفائدة 15,000 عائلة، 300 طن من المواد الغذائية، 15,000 قارورة زيت، 300,000 قطعة ملابس، 30,000 زوج حذاء، و 30,000 غطاء صوفي، و 4,000 حشية. ويذكر بأن توزيع المساعدات الاجتماعية بمعتمدية برجو حضرها كل من المعتمدية الأولى لولاية سليانة، معتمد برجو، وعدد من إطارات الشؤون الاجتماعية والتضامن الاجتماعي. وفي سياق آخر، كشف تقرير صادر على البنك الدولي حول حوكمة الأراضي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن جودة إدارة الأراضي في تونس تقارب 13 نقطة، مما يجعلها أقل من المتوسط العالمي، في وقت حلت تونس في المرتبة 94 ضمن مؤشر تسجيل العقارات. وصدرت البيانات المتعلقة بتونس في إطار تقرير شامل أعده البنك تحت عنوان أهمية الأراضي، هل يفلح تحسين الحوكمة وإدارة الندرة في تجنيب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أزمة وشيكة.
وعلى إثر تقدم أحد المواطنين إلى مقر فرقة الشرطة العدلية بأريانا المدينة راغبا في الإعلام عن تعرضه إلى عملية تحايل من قبل أحد الأشخاص إثر إيهامه بالتوسط له في عملية هجرة قانونية نحو أحد الدول الأجنبية وتمكينه من تأشيرة سفر نحو البلد المنشود مقابل مبلغ مالي قدره 20,000 دينار. تم إثر ذلك التنسيق مع النيابة العمومية ومداهمة مكتب ذي الشبهة أين وقع القبض على المعني وحجز مجموعة من الوثائق ومطالب هجرة ومبلغ مالي قدره هو 1900 دينار حسب ما ورد في الصفحة الرسمية للإدارة العامة للحرس الوطني. وبالتحري مع المظنون فيه بعدما مجابهته بالأدلة اعترف بما نسب إليه ليتبين تسلمه لمبالغ مالية هامة في عمليات تحيل مماثلة. وفي العالم اعتبر رئيس الوزراء البولندية اليوم الأحد بأن رفض برلين تزويد كييف بدبابات ثقيلة من طراز لوبارد هو أمر غير مقبول مشيرا إلى استعداد بلاده لبناء تحالف جديد مع الدول المستعدة لتزويد أوكرانيا بالدبابات. نهاية النشرة الإخبارية وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يوزع مساعدات لمجابهة موجة البرد في سليانا. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحدد نفس السقف الجملي للإنفاق الخاص بالدورة الأولى للدورة الثانية مع عدم إمكانية الجمع بينهما. مهلة بسنة إضافية لمصنعي التبغ في تونس للامتثال إلى قرار وضع الملصقات التحذيرية الخارجية على منتوجات التبغ. والبنك الدولي يؤكد بأن تونس وبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حاجة ماسة إلى الاهتمام بجودة الأراضي وتعزيز حوكمتها. نهاية النشرة الإخبارية قدمها لكم نصر الدين حميدة والمشوار يتواصل مع عبدالله الحطاب في ليف سبور. إلى اللقاء.